متابعين الأوفياء مرحبا بكم. حديثنا اليوم نزول سائل بني بعد العلاقة في أيام التبويض. يعد نزول إفرازات بنية بعد الجماع في فترة التبويض موضوعا يؤدي لطرح الكثير من التساؤلات والقلق لدى النساء. تتعدد أسباب نزول سائل بني بعد العلاقة في أيام التبويض، لكن غالبا ما يعود إلى أسباب لا تتعلق بالحمل. فالدم الذي قد ينتج عن الحمل هو نزيف الإنغراس، وغالباً ما يظهر بعد مرور ما يقارب 10 أيام على أيام التبويض. أثناء فترة الإباضة يحدث تغير في مستويات الهرمونات في الجسم، مما قد يؤدي إلى نزول سائل بني، وهو يكون في الغالب ناتجاً عن نزيف خفيف في جدار المبيض عندما يطلق البويضة، أو قد يكون ناتجاً عن بقايا من دم الدورة الشهرية السابقة فتختلط مع الإفرازات وتظهر بلون بني بعد الجماع، وهذا واحد من الأسباب، لكنه يعتبر أمراً طبيعياً ولا يستدعي القلق إلا إذا تكرر بشكل مستمر. كما ويمكن أن يؤدي حدوث تغيرات في مستويات الهرمونات إلى نزول إفرازات بنية، وهي عادة ما تحدث بشكل طبيعي خلال الدورة الكاملة. كذلك الإصابة ببعض الالتهابات، والتي قد تتسبب بنزول إفرازات بنية بعد العلاقة في أيام التبويض. كما ويمكن أن يكون نزول هذا السائل ناتجاً عن وجود جروح طفيفة في جدار المهبل أو عنق الرحم. توجد الكثير من الحالات الطبيعية التي تؤدي لنزول الإفرازات البنية أثناء أو بعد فترة التبويض بيومين، وهو أمر طبيعي ويختفي غالباً خلال عدة أيام. لكن إذا استمر ذلك الأمر يجب زيارة الطبيب، خاصة عند وجود بعض الأعراض الأخرى مثل المغص أو اضطرابات في الدورة الشهرية أو ارتفاع في درجة الحرارة. فعلى الرغم من أن هذا الأمر يعتبر شائعاً، إلا أنه قد يكون مؤشراً لحالات صحية تستدعي الاهتمام والرعاية، فلا تترددي في استشارة الطبيب.